داعش وداعشية. حين نشرت في منتصف العام 2014 بعض الأخبار المبهمة عن تحولات ثورة الربيع العربي في سوريا، وتسربت عبر وسائل الإعلام الأجنبية أولى الدعايات الداعشية، سألت عشرات الآلاف من المتابعين لصفحتي على الفيسبوك عن معنى كلمة داعش وما يعرفونه عن الداعشية، فلم يدرك معظمهم ما أسأل عنه، وظن كثيرون أن داعش هو اسم شخص قديم ما عاد يعيش في هذا الزمان. وبعد أسابيع عرف معظم الناس معنى داعش وأفعالها الشنيعة في سوريا والعراق، خصوصا بعدما راجت الأخبار عنهم في وسائل الإعلام الأجنبية أولا ثم العربية، وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مقاطع فظيعة للدواعش وهم يهدمون آثار العراق ويدمرونها بالمدافع، مثلما دمر الطالبان من قبل تماثيل بوذا الأثرية العملاقة في بلدة باميان الأفغانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع. ولمن نسوا هذه الواقعة المريعة نذكرهم بأن أيامها حاول الجميع بما فيهم مشايخ الأزهر وحكومات الدول المسلمة إثناء زعيم طالبان الملا عمر عن عزمه تدمير الأثر التاريخي السابق بناؤه على ظهور الإسلام، فلم يستجب، وكانت من وجوه المناشدات ووسائل الإقناع أن المنطقة قاحلة فقيرة ولا دخل لأهلها إلا من السياحة الخارجية وما ينفقه البوذيون الذين يحجون إلى هذا المكان المقدس عندهم بسبب وجود التمثالين فيه، فإذا بالملا عمر يرفض ذلك قائلا أريد أن ألقى الله كمحطم أصنام لا تاجر آثار. ونكاية في العالمين، شرقا وغربا دمر هذا المهووس التمثالين بمدافعه غريبة الصنع أمام الكاميرات العالمية وهو مبتهج. وبعدها بسنوات طوال مات الملا عمر في هدوء، ولا ندري ما الذي فعله الله معه بعد موته، ولن يدري بذلك أحد أبدا. نعود إلى الدواعش وإلى شهر رمضان الذي جاء في صيف العام 2014 وإلى أحوال الناس ببلادنا آنذاك. الجهالة ومستويات الدلالة. الناس في مصر ومعظم بلاد العرب يغلب على أغلبهم حال السبهللة، وبينما هم منهمكون بشدة واهتمام عظيم في ملاحقة مسلسلات شهر رمضان الدرامية الطافحة بالتفاهة، كان مسلسل الهول الداعشي يتتابع في شرق سوريا وغرب العراق ويتسع مداره بشكل لافت لنظر الذين لا ينظرون طيلة الوقت في شاشات الدراما التلفزيونية التي بدت في ذاك العام كأنها محاولة إلهاء خطيرة النتائج تتم بقصد وخبث أو بخيبة وحمق. وفجأة فجع غالبية الناس بما عرفوه من أفعال داعش، تهجير المسيحيين من شمال العراق بلا أي اعتبار لكونهم قد سكنوا هناك من قبل ظهور الإسلام، هدم مقامات الأنبياء القدماء بلا أي اعتبار للقيمة الدينية أو الأثرية لهذه المباني العتيقة، دعوة النساء للختان، ثم المبادرة الداعشية للإشراف
على تقطيع فروج الرضع من الإناث ليصرن مسلمات صالحات في المستقبل. تهديد المخالفين لهم ممن وقعوا تحت سيطرتهم كي يقدموا نساءهم لأوباش داعش تنفيذا لما يسمى جهاد النكاح. قطع يد رجل قالوا إنه سارق علانية وعلى مرأى من الناس والأطفال في عرصة واسعة باستعمال ساطور غير مسنون. إحياء ما يتوهمون أنه سنة نبوية مثل قولهم إن الذبح على الملأ فريضة إسلامية غائبة لا بد من إحيائها بذبح المسلم لغير المسلم، وللمسلم الذي يحاربه الحرق أحيانا بديلا عن الذبح. الزعم بأنهم سوف يحاربون إسرائيل يوما، ولكنهم أولا سوف يقيمون الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق تحت المسمى المختصر داعش، والخلافة الإسلامية في مصر وليبيا تحت مسمى دامل. وكانت آخر فتاواهم المختلة لابد من هدم كعبة مكة لأنها كانت قديما بيتا للأوثان. وقد تدفقت أخبار داعش عبر وسائل الإعلام متزامنة مع انشغال الناس في مصر بارتفاع أسعار السجائر والخبز غير المدعوم. وفي غمرة بل أوج اهتمامهم العظيم بسيل المسلسلات الرمضانية وسيل المآسي الفلسطينية التي جرت بسبب الرد الإسرائيلي الوحشي على أفعال حماس الوحشية ضد 3 إسرائيليين خطفوا وقتلوا في توقيت مريب في هذا الخضم المريع، انبر هؤلاء الذين أسميتهم قبل أعوام الكتائب الإلكترونية الموجهة في التشويش على الأخبار الداعشية والتهوين منها والزعم بأنها أخبار غير صادقة ومفبركة يبثها الإعلام المصري لتخويف الناس من الإسلاميين ولصرفهم عن الهدف الأسمى الذي يسمى في أذهانهم العليلة عودة الشرعية وحكم الإخوان. للوهلة الأولى تبدو دلالة كلمة داعش مستمدة من الأحرف الأولى للكلمات الأربعة دولة الإسلام في العراق والشام، ولن نتوقف هنا عند المقابل الإنجليزي الذي ينطق به هذا الاسم الشنيع مطابقا للاسم الجليل إيزيس، فهذه الوقفة ستأتي في سياقها بعد قليل. وبعيدا عن المستوى اللفظي الساذج لكلمة داعش ومن بعده تأتي الدلالة الاصطلاحية الأعمق، إذ تدل هذه الكلمة بوضوح سافر على نمط من الجماعات الإسلامية متعددة الأسماء متوحدة الهدف، تزعم أنها الساعية إلى إحياء الخلافة الإسلامية، الرجوع بالزمن إلى الوراء من أجل هدف مستحيل هو العيش وفقا لما كان سائدا في عصر النبوة وبدء انتشار الإسلام بما يتضمنه ذلك من النكوص الارتدادي إلى حالة الحرب والغنائم والأسلاب من النساء والأموال دون الالتزام تجاه الآخرين إلا بما يتم انتقاؤه من الفتاوى الموافقة لهوى هذه الجماعات. ثم يأتي المستوى الدلالي الأهم ليفسر طبيعة هذه الجماعات كلها على اختلاف مسمياتها وعصورها: قرامطة، حشاشون، بوكو حرام، داعش، دامل، أنصار المقدس، جيش الإسلام، لواء خراسان، وغير ذلك من التسميات الدالة على فورة الغرائز البدائية لدى الأفراد والجماعات الكافرة بحضارة البشر وتطور المجتمعات الإنسانية،
تحدوها الرغبة في الارتداد للحالة الهمجية الأولى التي عاشتها الإنسانية طيلة الألف ألف سنة، أي مليون عام، التي سبقت تكوين القشرة الحضارية الرقيقة التي صنعتها بدأب وصبر. خلال 10,000 سنة الأخيرة، عقول نابهة ونفوس إنسانية راقية مهدت طريق الحضارة بكل لوازمها: الفن، العلم، المعرفة، الفلسفة وغير ذلك. وعلى ما سبق، فإن قولنا داعشية في الصفحات التاليات إنما نقصد به هذه المعاني الثلاثة مجتمعة: الجماعة المعروفة التي ظهرت فجأة، أو بالأحرى أظهرت فجأة في شمال سوريا وسيطرت بسرعة على الشمال الغربي من العراق، والجماعات المشابهة لها في تاريخنا القديم وواقعنا المعاصر، والنزعة الغرائزية الكامنة في تلك البقعة المظلمة التي بقاع نفوس. داعش دامل أنصار الشريعة، جبهة النصرة، التكفير والهجرة. الجماعة الإسلامية أنصار بيت المقدس، جماعة محبي الآلام، جنود الرب، هي مسميات متعددة تعبر عن جوهر واحد، هو همجية الحالة البدائية التي حجبتها الحضارة بقشرة رقيقة من الرقي قامت على أسس متوارثة، منها فكرة الضمير التي اخترعتها مصر القديمة، مثلما اخترعت مفهوم الحب وغيره من المعاني الإنسانية المتسامية التي توالت عبر الأجيال، حتى ظن كثير من الناس أنها فطرة في الإنسان، ومنها الفنون التي هزم بها الإنسان إحساسه بالفناء وسعى من خلالها للخلود. أقصد هنا الفن الرفيع، لا الهنك والرنك الذي نسميه اليوم في بلادنا فن. وقد عملت هذه الفنون على الارتقاء بالنفس الإنسانية من المستوى البدائي الأكثر عراقة وكمونا في النفوس بحكم امتداده الطويل إلى المستوى اللائق بحياة الإنسان، اللائق بصفة الإنسانية، غير أن بعض الحيوانات البشرية المتهيجة هياج الهمج من البشر في أزمنة ما قبل الحضارة يسعون إلى استعادة المتع المندثرة الكامنة، الفتك، الانتهاك، القسوة المطلقة، الاستعلاء بالأسلحة والعضلات وليس بالمنطق أو بالعقل، إبادة المختلف ثم إفناء الذات بنزوع الانتحاري، إزاحة الأنوثة التي كانت مقدسة فصارت مدنسة، الاستيلاء على النساء بغرض إرواء الشهوة الهمجية للذكور، ولا شيء يعين على كل ما سبق ويمهد له مثل ادعاء اليقين التام واستبعاد أي احتمال للخطأ، وهو الغاية التي يجعلها الدين ميسورة لهم، الدين الذي يفهمونه هم وأغلبهم جهلاء ويقتلون به ويفتكون بالمخالف لهم، وبه يفتكون بأنفسهم في نهاية المطاف أملا في إشباع الشهوات البدائية المهووسة في الجنة. وأول ما نلاحظه في الظاهرة الداعشية المعاصرة من حيث المستوى الدلالي لإسمها هو كونها مختصر الحروف الأولى، وتلك مسألة لغوية لم تعرفها الثقافة العربية الإسلامية عبر تاريخها الطويل، فلم يشتهر في تاريخنا اسم تراثي مأخوذ من الأحرف الأولى لعدة كلمات، فهي خاصية حديثة في اللغة الإنجليزية، وقد شهرها الإعلام الغربي وخصوصا الأمريكي منه على النحو المعتاد في قولهم UN كمختصر لاسم الهيئة الدولية الأكبر الأمم المتحدة، أو قولهم CIA كاختصار مأخوذ من الأحرف الأولى
لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو قولهم FBI كاسم مختصر لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. فهل تدل طريقة اشتقاق اختصار داعش بهذه الطريقة الغربية الأمريكية تحديداً على الأصل والمصدر الأول الذي نبعت منه مؤخراً تلك الجماعات؟ كما نلاحظ أن راية داعش سوداء اللون تحمل صورة يظن الجهال أنها ختم نبي الإسلام، مع أنني ذكرت قبل سنوات في عدة مقالات وفي فصل خاص من كتاب دوامات التدين أن هذه الأختام النبوية مشكوك فيها تماما ومأخوذة من رسائل النبي المشكوك فيها، والأرجح أنها خطأ تاريخي أو تدليس دعائي أو تزوير متعمد، وهو ما يدل على طبيعة تفكير هذه الجماعات وطريقتها في التقاط الرموز غير المؤكدة وغير المنكرة عند عوام الناس لإضفاء قداسة وهمية على هذه الراية وعلى الذين يحاربون تحتها ويقتلون وينهبون وينكحون السبايا ويروعون الآمنين من المسلمين وغير المسلمين بلا أي اعتبار لتعريف المسلم في الحديث النبوي بأنه من سلم الناس من لسانه ويده. قلت مرة في سياق آخر إن أصول الأشياء جميعا أو على الأقل معظم هذه الأصول نبعت أولا من مصر ثم انتشرت في أنحاء الأرض، وقد بدأت بمصر ظاهرة الاستناد إلى الأساس الديني للحكم السياسي والاحتكام إلى العقيدة كوسيلة مثلى للوصول إلى السلطة والبقاء فيها. فعلى ذلك فراعنة ادعوا أن الآلهة كلفتهم بحكم البلاد، وسعى إلى ذلك أساقفة الإسكندرية القدماء فنجحوا حينا ثم فشلوا، وسعى إليه المقوقس ففشل فشلا ذريعا، وحاول فعله القرامطة وفشلوا، والفاطميون فنجحوا، والدروز ففشلوا، والمماليك فنجحوا حينا بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة، ثم فشلوا بسبب الترهل السلطوي وبسبب اجتياح العثمانيين للبلاد باسم الخلافة الإسلامية السنية في مواجهة المد الشيعي لدولة الصفويين بإيران أي بلاد فارس القديمة. وفي الزمن الحديث والمعاصر استمرت هذه الظاهرة العجيبة مع ما سوف يسمى تيار الإحياء الديني، وهو الاتجاه الذي قاده جمال الدين الأفغاني الذي عاش بمصر حينا وسكن القاهرة في القرن التاسع عشر، وكان كثير الجلوس على مقهى متاتيا الذي كان موجودا بأسفل المبنى الذي يحمل هذا الاسم قرب جراج الأوبرا الحالي متعدد الطوابق. وقد وصف المؤرخون هذه الجلسات بأن الأفغاني كان يجلس على مقهى متاتيا يوزع الصعوط أي النشوق بيمناه والثورة بيسراه. إشارة: متاتيا هو اسم المهندس الذي قام بتصميم هذا المبنى البديع الذي تمت إزالته قبل سنوات في غفلة من الزمان. فلما سقطت الخلافة العثمانية سقوطها المدوي في تركيا، أو بالأحرى أسقطت وألغيت على يد كمال الدين أتاتورك، سعى الملك فؤاد في مصر والملك سعود في نجد والحجاز لاحتلال هذه الوظيفة الشاغرة، ونادى كلاهما أو تنادى ليكون هو خليفة المسلمين. فانتعشت أحلام الجماعة التي خرجت من عباءة محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ الإمام محمد عبده تلميذ الشيخ الوافد
الأفغاني، وهي الجماعة التي أعطت نفسها الاسم الذي صار لاحقا مشهورا، الإخوان المسلمين. وخلال الثمانين عاما الماضية تنازع الإخوان والسلطات السياسية في مصر، فتوالت ويلات كثيرة في طريق سعيهم إلى السلطة السياسية، فكانت الاغتيالات الإخوانية والمطاردات البوليسية لأعضاء الجماعة، وكان التأسيس الإسلامي للحكم بتجنيد عوام الناس وجهالهم، وكان الاضطهاد الحكومي المريع لهذه الجماعة. وخلال هذا المسار المرير كانت الفرصة سانحة أمام مجموعات أخرى تدعي هي الأخرى أنها إسلامية أو أنها أكثر من بقية المصريين إسلاما، وبالتالي فهي الأحق بالحكم والأقدر على إحياء حلم الخلافة الخرافي وتحقيق وهم تطبيق الشريعة دون تبيان واضح لمفهوم الشريعة عندهم وعلى أي مذهب فقهي واتجاه أصولي وعقائدي سوف يطبقونها. وقد تنوعت في مصر مسميات هذه الجماعات المتوسلة بالدين إلى الدنيا، فكان منهم جماعة يسميها أهل الصعيد في السبعينات والثمانينات السنيين، ويسمون أنفسهم الوهابية، مع أن أصحاب المذهب الوهابي على المذهب الحنبلي في الفقه، بينما معظم المصريين على المذهب الشافعي، والمذهب الفقهي الرسمي للدولة المصرية هو المذهب الحنفي، بمعنى أن الاختلاف الفقهي لم يعد هو المهم في مقابل الاتفاق في أصول الدين أي علم الكلام. وكان منهم جماعات أخرى متباينة المنازع متوافقة في العداء لبقية المجتمع، وسميت بمسميات متعددة منها التبليغ والدعوة، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، السلفية الجهادية، العائدون من أفغانستان، وغير ذلك من الجماعات التي يجمع بينها أنها إسلامية الإطار، كأن معظم المصريين ليسوا مسلمين، وساعية إلى السلطة، كأن السلطة ليست هدف لمعظم الناس، ومتشحة بمسحة دينية شكلية أشهرها اللحية، كأن القساوسة وكفار قريش وكارل ماركس ونساك الهنود ليسوا ملتحين. وبصرف النظر عن تعدد المسميات والسمات العامة لهذه الجماعات، فإنها جميعا تجليات لجوهر واحد تحكمها كلها طريقة تفكير واحدة تعتمد مبدئيا على إعطاء الأولوية والأفضلية لعضو هذه الجماعة أو تلك على بقية الناس استنادا لمعايير الإيمان، وهو مع احترامي له معيار مراوغ لا يمكن ضبطه أو تحديد ملامحه بدقة، لأن الإيمان في نهاية الأمر سر قائم بين الإنسان والله، وهو يزيد وينقص حسب ما ورد بوضوح في حديث نبوي مشهور، فكيف يكون الإيمان معيارا للمفاضلة بين الناس؟ إشارة: أثناء مراجعة بروفات هذا الكتاب بدايات العام 2016، كانت الجماعات الإسلامية المتناحرة في سوريا قد بلغ عددها أكثر من 70، منها داعش، ولكل جماعة منها اسم تم اختياره على المنوال المعتاد: جبهة النصرة، لواء القدس، لواء الجهاد، فرسان الحق، فيلق الرحمن، جنود الشام، أنصار الشام، جيش الفتح، أنصار الشريعة، وغير ذلك من التسميات الطنانة المتشابهة لهذه الجماعات المسلحة المتقاتلة فيما بينها بدراوة.
والفارق بين هذه الجماعات جميعها هو فارق في الدرجة للنوع، والوفاق منعدم فيما بينها، والشقاق قائم بالضرورة بين أفراد كل جماعة وبعضهم البعض، وبين هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الأخرى، وبين أفراد هذه الجماعات مجتمعة وبقية أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى جماعات دينية معينة. الاحتكام لمعيار الإيمان يؤدي بالضرورة إلى التشوش والتشوه في رؤية الفرد لنفسه، لأن كل ابن آدم خطأ، وفي نظرته الخاصة لجماعته الأقربين، لأن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وفي رؤيته لبقية أفراد المجتمع بل ولعموم البشر، لأن القرآن قال: قتل الإنسان ما أكفره. وعلى أرض الواقع تسير الجماعة الدينية قدما على المنوال الثلاثي الذي تحدثت عنه تفصيلا في كتاب اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، فتمر بأفرادها عبر محطات: الإنابة عن الله في الأرض، الخروج من ديار الكفر على أمل العودة إليها بعد حين كحكام، الإبادة للمخالفين، فيكون المنطلق تمهيدا للرجوع بالمجتمع الإسلامي إلى نقائه الأول بحسب أوهامهم ووفقا لإنكارهم لحقيقة بديهية: عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. لكن نجاح بعض التجارب المشابهة مثل دولة الملالي في إيران المعاصرة يغري هذه الجماعات الإسلامية بالاستمرار في أوهامها وفي إنكارها للبديهيات. وعندما يصير القتل شرعة ومنهاجا، يستأذب المتحمس دينيا وتصير له طباع الضباع، فلا يراعي حرمة لغيره. لماذا؟ لأن جميع المخالفين له والمختلفين معه هم عنده على خطأ. لماذا؟ لأن الحقيقة عنده واحدة ومطلقة، وهو وحده الذي يمتلكها، ولذلك فالآخرون كلهم مخطئون ويستحقون الويل. لماذا؟ لأن المخطئ في العقيدة والمذهب والديانة لا يستحق الحياة التي وهبها الله له، فيكون قتل ويكون فتك ويكون كفر فيكون فجر وتكون داعش. وفي غمرة الهرج الذي أدى بالثورة المصرية في يناير 2011 إلى فقدان البوصلة، ومن ثم إلى اقتراب الإخوان من سدة الحكم المصري، ثم وصولهم إلى كرسي الرئاسة بغتة، اهتاجت في نفوس كثير من الناس تلك المشاعر البدائية ذات الطابع الهمجي السائد في الزمن السابق على الحضارة الإنسانية. واستعلنت في الشارع المصري مشاهد غريبة نكاد اليوم ننساها لأننا نريد أن ننساها، ولكن لا بأس الآن من التذكير بها أو ببعضها، مع العلم بأنها كانت إشارات مراوغة وخادعة، أو بالأحرى فقاعية، تدل على رغبة فريق محدود العدد من المصريين في النكوص إلى الحالة الداعشية التي أطلت بواكيرها في وقائع عديدة، كان منها خروج الرعاة المتخلفين إلى ميدان التحرير بالآلاف فيما سمي آنذاك جمعة قندهار. الزعم الإعلامي بأن الإسكندرية هي عاصمة السلفية، مع أن معظمهم يسكن العشوائيات التي لحقت بحواف المدينة. جرأة أحد الملتحين وإعلانه في مؤتمر شعبي حاشد أن مرسى مطروح عاصمة لدولة الإسلام، انتشار القول الساذج إن الشيخ السلفي فلان
هو أعلم أهل الأرض. إلقاء الصبية من فوق السطح في الإسكندرية على مرأى ومسمع من جميع الجيران والناظرين، انتشار الشعارات الطنانة التي تداعب مشاعر العوام مثل على القدس رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود، شرعية شرعية، الإسراف في طرح غرائب الأفكار وأكثرها اندهاشا بلا مناسبة، مثل قولهم المسيحيون مشركون بالله، الإسلام هو الحل. وفي لحظات مريرة مرت بنا في الأعوام الثلاثة التالية، كاد الحال ينفلت في مصر فيتسع بها المدى أمام النزعة الداعشية الهمجية. كاد ذلك يحدث مرات عدة وفي عدة مناسبات، منها أحداث الكشح، اعتصام رابعة، استعصام كرداسة، حصار مدينة الإعلام، محاولة نشر الرعب في أعقاب تمرد 30/6، الإجرام الذي جرى بسيناء. ولكن لم يرضى عموم المصريين عن تلك النزعات الداعشية وأعلنوا التحدي لها وخرجوا في وجوه هؤلاء المهووسين، فأنقذوا الجيش المصري من المصير الذي آلت إليه الجيوش العربية التي انهارت في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وأنقذوا الشرطة في اللحظة الأخيرة. ولم يتمكن أصحاب الصخب التديني المهووس من تمهيد الأرض المصرية للاستقرار بها، فانسربت الداعشية إلى الأرض الفضاء المهيئة لهم في بلدان عربية أخرى على أمل تكرار الكرة والعودة يوما لمصر. وطريقة تفكير هذه الجماعات جميعا تكاد تكون واحدة ولا اختلاف بينها إلا بمقدار ما تسمح بظهورها وانتشارها تلك الظروف السائدة في هذا البلد أو ذاك، وبقدر الاهتراء الذي يسمح بانفجار هذه النزعات البدائية الكامنة في أعماق النفس الإنسانية منذ كان البشر يسكنون الكهوف. ومن هنا فإن النظرة الإقليمية للتجليات الداعشية توقع الناظرين في جدال حول تفاصيل لا حصر لها، قد تضيع معها الأفكار والمنطلقات الأساسية الجامعة بين اتجاه هذه الجماعات المريعة بصرف النظر عن مكانها وزمانها، فمن ذلك الذبح. أثناء ثورتها الأولى أفتى مفتي داعش في غمرة الانهماج في ذبح المسلمين السنة من أفراد الجيش العراقي والمسلمين الشيعة من سكان القرى والأزيديين والمسيحيين في غمرة هذا الذبح الذي روعت حوادثه العالمين، جاءت الفتوى الذبح فريضة إسلامية غائبة، يعني يجب على المسلم استعادة العمل بها. وبالطبع ليس المقصود هنا ذبح الخراف يوم عيد النحر، وإنما المراد ذبح البشر المشركين الآخرين المخالفين المختلفين المتخالفين، ومن لا يذبح معنا فهو ليس منا ويجب ذبحه تقربا إلى الله. واستدل المفتي بالحديث النبوي الشهير جئتكم بالذبح، وهكذا جعلوا الذبح سنة نبوية يجب أن يراعيها على زعمهم كل مسلم نظرا لورودها في صحيح الأحاديث. وقد ورد فعلا في كتب الصحاح الأحاديث النبوية الصحيحة ما يمكن أن يستدل به على ذلك، إذ روى الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعشر من قريش أرسلني ربي إليكم بالذبح، وروى ابن وهب بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم قتل رسول الله عقبة ابن أبي معيط
يوم جاءوا به أسيرا من موقعة بدر فذبحه النبي. وجاء في كتب السيرة النبوية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طعن أبي بن خلف في عنقه برمح، فظل الرجل يخور كالثور ثم مات مذبوحا. وللفقهاء على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم آراء مختلفة في تلك الوقائع، فحديث جئتكم بالذبح يراه البعض الداعشي سندا يؤكد فريضة الذبح، ويراه البعض الآخر أنه مجرد عبارة صدرت عن النبي في مشادة مع المشركين كان بينهم أبو جهل عند الكعبة، إذ كان المشركون يضايقون النبي ويتوعدونه بالويل، فرد عليهم بقوله أرسلني ربي إليكم بالذبح. فقال له أبو جهل لتهدئة الحال يا محمد ما كنت جهولا، يعني لم نعرفك عنيفا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت فيهم، يعني أنت أيضا سيتم ذبحك. وقد قال بعض الفقهاء إنه كلام لا يجب الوقوف عنده، وقال فقهاء آخرون إن النبي لا ينطق عن الهوى، وقد أوتي جوامع الكلم، بل ذبح فعلا عقبة ابن أبي معيط الذي كان يومها جالسا مع أبي جهل وجماعة قريش، ذبحه بعد مرور فترة طويلة من الواقعة الأولى أي المشادة الكلامية، مما يعني أن النبي كان يقصد ما يقول. وهكذا يؤكد كل داعشي أن الذبح فريضة على المسلم. تقودنا هذه المسألة الدقيقة المريعة فريضة الذبح إلى طرح مسألة أخطر منها، هي سطوة نصوص الثواني. ومقصودي بالنصوص الثواني حسب ما أوضحت في أكثر من مناسبة النصوص الدينية التي تأتي ظاهريا في المرتبة الثانية بعد النص الأول المؤسس. ففي اليهودية النص الأول هو التوراة، والنص الثاني هو التلمود، وفي المسيحية النص الأول هو البشارة أو الإنجيل، والنص الثاني هو أعمال الرسل واعترافات الآباء وقوانين الإيمان واللعنات على غير المؤمنين. وفي الإسلام النص الأول هو القرآن الكريم، والنص الثاني هو الأحاديث الشريفة والسيرة النبوية. وقد دلت تجارب التدين السياسية منها بالذات على أن النصوص الثواني هي الأقرب دوما للتطبيق في الحياة العملية والأشد التصاقا بسلوك الناس من تلك النصوص الأولى التوراة والإنجيل والقرآن التي لا تختلف كثيرا فيما بينها، وغالبا ما تكون إشارية ومجازية وقابلة للتأويل وغير مناسبة لأفهام الجهل والبسطاء. أما النص الثاني فهو تطبيقي واضح مستمد من مقدسين، وبالتالي فهو مقدس، ومع مرور الوقت يزيح النص الثاني ما فوقه فيصبح هو المهيمن على فكر وسلوك هذه الجماعة أو تلك. ولذلك كان الخليفة عمر ابن الخطاب يتهيب من تدوين الأحاديث النبوية، وذكر المؤرخون أنه غضب بشدة عندما وجد بعض أوائل المسلمين يجمعون الأحاديث النبوية في رقوق أي صفحات من الجلد المرقق، فأمر بإحراقها وقال غاضبا أمثنات كمثنات اليهود، يقصد المشنة التي تشكل مع الجمارة ما يعرف باسم التلمود. إشارة: كلمة المشنة حرفيا تعني في العبرية الكتابة الثانية،
ومن هنا قال مثناه. ولم يلتزم المسلمون بموقف الخليفة عمر ابن الخطاب، وعادوا في القرن الثالث الهجري لتدوين الأحاديث النبوية، وجمعوها في كتب ربما لاحتياج الفقهاء إليها لتفصيل الأحكام الدينية وإحكامها، أو لشغف عوام المسلمين بمعرفة سيرة النبي وتفاصيل حياته، أو لتدعيم وجهات النظر المختلفة في المسائل الدينية بتأكيدها بأقوال النبي حين يتعذر الاستدلال عليها بآيات القرآن. المهم أن الأحاديث جمعت وصارت حجة وأداة احتجاج، ثم صارت مع الوقت هي المعلوم من الدين بالضرورة. وعبثا حاول العلماء المسلمون التنبيه إلى أن الأحاديث النبوية ظنية الثبوت وليست مطلقة اليقين. قال ذلك ابن النفيس وابن الصلاح المحدث الشهير وغيرهما، فلم يعتد الفقهاء بذلك ولم يشرحوه للناس، بل أخفوه عنهم لغاية في نفوسهم. وبالطبع فلن نخوض هنا في مسألة يقينية الأحاديث النبوية كي لا نثير مزيدا من الصخب والاهتياج عند أصحاب المصالح والمتكسبين بالدين والعاملين بقاعدة عد قلبي ولا تعد رغيفي، فدعونا من النظرة العامة لمسألة الذبح ولننظر في الجانب العملي منها والتطبيقي. يرى بعض المعاصرين أن أفعال داعش ليست من الإسلام في شيء، وأن هذه الفظائع يرتكبها عملاء لأمريكا وإسرائيل والماسونية العالمية والقوى الإمبريالية وغير ذلك من الترهات والأقاويل الباطلة السخيفة، وهم في واقع الأمر لا يدركون أن الذبح وقع دوما ومن قبل ظهور أمريكا وإسرائيل والماسونية وسائر هذه التبريرات الوهمية. ففي القرن الثالث الهجري ذبح القرامطة الحجاج جميعهم يوم وقفة عرفة، وخلعوا الحجر الأسود من مكانه، وتوقفت شعيرة الحج سنوات، وقد فعلوا ذلك باسم الدين. وفي القرن الأول الهجري ذبح الأمير خالد عبد الله القسري المفكر المجتهد الجعد ابن درهم بسكين في المسجد تحت المنبر عقب انتهائه من إلقاء خطبة عيد الأضحى، قال للناس قوموا إلى عيدكم وأضحياتكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد ابن درهم، وذبحه. وفي فجر الإسلام ذبح الخوارج الصحابة، وذبح الأمويون آل بيت النبوة المطالبين بالحكم السياسي. وفي العصر الحديث ذبح الوهابيون المسلمين الذاهبين لأداء فريضة الحج، وذبح شاب جاهل الأستاذ نجيب محفوظ، وذبح المتحمسون الذين أسماهم إعلامنا الساذج السلفيين أربع من الشيعة في ضاحية أبو النمرس اللصيقة بالقاهرة يوم 24 من شهر يونيو لعام 2013. فهل الذبح مؤامرة أمريكية إسرائيلية ماسونية إلى آخره، أم هي النوازع الهمجية الكامنة في نفوس الناس منذ الأزمنة البدائية الأولى وقد وجدت في التدين مستندا يبرر أفعالها المروعة ويعطيها غطاء شرعيا اخترعه عوام المسيحيين وجهالهم يوم تصايحوا في الشوارع باسم الرب سوف نطهر أرض الرب، ثم سار على منوالهم عوام المسلمين وجهالهم؟